السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في قناتكم الهندسية التعليمية ملتقى المهندس والخبير الجيولوجي، ومعكم المهندس وليد عقلان. أعزائي، سنتحدث اليوم عن الطريقة السابعة من طرق المسح الجيوفيزيائي التطبيقي المستخدمة في الاستكشافات والاستثمارات الجيولوجية، وهي تعتبر من الطرق المهمة جداً في المسح الجيوفيزيائي، ومجال عملها واسع جداً، وهي الطريقة السيزمية الزلزالية سيزميك ميثود. ونظراً لأن درس هذه الطريقة طويل ومتفرع، فقد قسمنا درس الطريقة السيزمية الزلزالية إلى ثلاثة أجزاء، ففي هذا الجزء سنتحدث عما سنذكره الآن، وفي الجزء الثاني سنتحدث عن الطريقة الزلزالية الانعكاسية، وفي الجزء الثالث سنتحدث عن الطريقة الزلزالية الانكسارية. ومن خلال هذا الفيديو الذي سنبدأه بالجزء الأول من الطريقة السيزمية الزلزالية، سنتحدث عن الطريقة الزلزالية السيزمية واعتمادها والاستكشاف السيزمي واعتماده، ومبدأ عمل الطرق الزلزالية للمسح الجيوفيزيائي، وأسس تقدم الموجات الصوتية في الأوساط الصخرية، والأساس العلمي للطريقة السيزمية، والمفاهيم التي يعتمد عليها الاستكشاف السيزمي والموجات السيزمية وخصائصها العامة، وأنواع الموجات السيزمية، أقسام الموجات السيزمية والمرونة، والموجات المرنة ومعاملات المرونة، وسلوك الموجات السيزمية، انعكاس وانكسار الموجات السيزمية، وسرعة الموجات السيزمية وعواملها، والعوامل التي تتحكم في السرعة الزلزالية السيزمية، والسرعة الزلزالية في الصخور، وانتشار الموجات السيزمية، وطرق القياس والتسجيل، نظام جمع البيانات السيزمية، ومصادر الموجات الزلزالية، والمتطلبات الأساسية لمصادر الطاقة السيزمية، المصادر السيزمية على اليابسة، والمصادر السيزمية البحرية، والأجهزة المستعملة في الطرق السيزمية، والضوضاء السيزمية الزلزالية. إنه درس شيق وممتع، وشرح مبسط إن شاء الله ينال إعجاب الجميع ونستفيد جميعا. فلا تنسونا من طيب دعواكم والاشتراك والتعليق. فإلى درسنا، ولنبدأ كالعادة بهذه المقدمة، مفتاح الدرس. الطرق السيزمية تعتبر الطريقة السيزمية الزلزالية من أكثر الطرق الجيوفيزيائية أهمية واستخداماً، مع أن كلفتها المالية عالية جداً، وذلك لدقة النتائج المستحصلة وكفاءتها العالية وقدرتها على تحسس المتغيرات في الأعماق الكبيرة تحت سطح الأرض. إن الاستخدام الواسع للطريقة الزلزالية يعود إلى تطبيقاتها الواسعة، والذي سنتعرف عليه من خلال درسنا هذا والذي يليه والذي يليه، حيث أننا قسمنا درس الطرق السيزمية إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء نظراً لأهميته والحديث الطويل عنه. فالطريقة السيزمية سيزميك ميثود تعتمد الطريقة السيزمية على خاصية الانكسار أو الانعكاس لموجات السيزمية، حيث يتم إرسال موجات صوتية تخترق الأرض وتسير بسرعات مختلفة حسب نوعية الطبقات الصخرية، ثم يتم استقبالها على سطح الأرض. تعتبر الطريقة السيزمية واحدة من أهم الطرق الجيوفيزيائية المستخدمة بنجاح في التنقيب عن البترول، لما لها من القدرة ليس فقط على تحديد أماكن تجمعات البترول وبعض المعادن، بل يمكن بواسطتها أيضاً تحديد أعماق الطبقات الحاملة للخامات المراد التنقيب عنها، مما يسهل كثيراً في عملية استخراجها، حيث نجد أن ظواهر الانعكاس والانكسار والحيود والتشتت والصدى للموجات الصوتية هي الأساسيات التي قامت عليها الطريقة السيزمية للكشف عن النفط والمعادن. فسرعة انتشار الموجات الصوتية عبر الصخور والمواد المختلفة تتوقف على مرونتها ومدى تركيز المادة فيها. فمثلاً نجد أن سرعة انتشار الصوت
في الصخور النارية الصلدة أكبر منها في الصخور الرسوبية الأقل صلادة، كما أن سرعتها في المعادن تفوق كثيراً مثيلتها في السوائل. يعد المسح السيزمي أعزائي أداة عملية لتحديد التكوين الجيولوجي تحت سطح الأرض، ويعتمد على تفجير شحنة صغيرة من المتفجرات قريبة من السطح تنتج عنها صدمة آلية أو هزة أو موجة سيزمية من نوع ريلي أو لوف. وهذه الموجة أعزائي تعود إلى السطح بعد انعكاسها من الأوجه الفاصلة بين الطبقات ذات الخواص الطبيعية المختلفة، وتسجل الانعكاسات بأجهزة حساسة سريعة الاستجابة ديتكتورز أورجيفونز توضع على أبعاد محددة من نقطة التفجير لتلقي الموجات الصوتية المنعكسة وقياس زمن ارتداد الموجة السيزمية. ومن المعروف أعزائي أن سرعة الموجات الصوتية تعتمد على كثافة الصخور التي تمر بها، ويمكن حساب أعماق الطبقات وسمكها واستنتاج أنواعها بقياس أزمنة الانعكاس ومقارنتها والتعرف على الظواهر التركيبية في الطبقات السفلى وبيئة الترسيب، ومن ثم إنتاج خرائط تركيبية لأي مستوى جيولوجي يعطي انعكاسات الموجات الصوتية، وكذلك تحديد أماكن الطيات المحدبة والفوالق والقباب الملحية والشعاب. تعتبر الطرق السيزمية أعزائي الأكثر شيوعاً من بين الطرق الجيوفيزيائية الأخرى، ويمكن تقسيمها إلى نوعين الانكسار والانعكاس السيزمي، وهذا ما سنأخذه في الدرس القادم. فالطريقة السيزمية كما قلنا والاستكشاف السيزمي، على ماذا تعتمد الطريقة السيزمية وعلى ماذا يعتمد الاستكشاف السيزمي؟ تعتمد هذه الطريقة على مبدأ قابلية الطبقات الصخرية التحت سطحية على نقل الطاقة الصوتية أو الأمواج الزلزالية، وهو الاسم الذي يشتقه من الفعاليات الزلزالية التي تحدث على عمق كبير تحت سطح الأرض نتيجة لحصول انكسار في الطبقات الصخرية عندما تصل إلى حد لا تتحمل عنده الضغط المسلط عليها وتنكسر. عندها تصدر أمواج صوتية بطاقة معينة تسير عبر الطبقات وفي جميع الاتجاهات، وعند وصولها إلى سطح الأرض تؤدي إلى حصول اهتزازات في المنشآت والمباني السطحية بقوة تعتمد على طاقة هذه الأمواج. تنتقل الأمواج الصوتية بسرع مختلفة في الطبقات الصخرية اعتماداً على الصفات الفيزيائية والبتروفيزيائية للصخور، حيث تسمى الأمواج الصوتية عندما تسير في الصخور بالأمواج الجسمية body wave أو الأمواج المرنة elastic wave. إن مبدأ عمل الطريقة الزلزالية هو توليد هذه الموجات الصوتية باستخدام أنواع معينة من المتفجرات أو باستخدام مطرقة يدوية ثقيلة أو بإسقاط ثقل من ارتفاع محدد على سطح الأرض wide dropping. وهناك أنواع عديدة أخرى من مصادر توليد الموجات الصوتية تعتمد على الهدف من الاستخدام، سنأخذها في هذا الدرس. بعد توليد هذه الموجات الصوتية أعزائي وانتقالها خلال الطبقات الصخرية، قسم منها ينعكس من على السطوح الفاصلة بين الطبقات الصخرية عند وجود اختلاف في الكثافة بين الطبقات الصخرية، والقسم الآخر ينكسر بعيداً نحو باطن الأرض بزاوية معينة لينعكس بدوره مرة ثانية من على السطوح الفاصلة بين الطبقات الأخرى متجهاً نحو سطح الأرض. ويتم استعمال مجموعة أجهزة متكاملة في عملية قياس أزمنة وصول هذه الموجات الصوتية على سطح الأرض، سواء كانت هذه الأمواج انعكاسية أو أمواج انكسارية، باستخدام متحسسات تسمى لاقطات جيفونز تثبت على سطح الأرض بصورة منتظمة على طول مسار الاستكشاف الزلزالي. بعدها يقاس زمن وصول الموجات الصوتية على سطح الأرض من قبل هذه اللاقطات، ثم يتم إجراء عملية تفسير لهذه المعطيات
التي تسهل كثيراً في تحديد التراكيب الجيولوجية تحت سطحية وعمق السطوح الفاصلة بين الطبقات، فضلاً عن تحديد مواقع المكامن النفطية والغاز وتحديد مواقع الأجسام والآثار المدفونة تحت سطح الأرض وغيرها من التغيرات في كثافة المواد الموجودة تحت سطح الأرض. ويعتمد الاستكشاف السيزمي على دراسة سلوك الموجات الصوتية أو ما يعرف بالموجات السيزمية، سواء كانت طبيعية كالناتجة عن الزلازل أم مفتعلة بواسطة الإنسان، وهي من الطرق الشاسعة الاستخدام في عملية الاستكشاف الجيوفيزيائي الهادف لمعرفة تركيب وخواص طبقات باطن الأرض. تنقسم طرق الاستكشاف السيزمي إلى عدة طرق، يتم اختيار أي منهما اعتماداً على الهدف المنشود من الدراسة وبحسب حدود فاعلية كل طريقة، حيث أن لكل طريقة نقاط قوة ونقاط ضعف لابد من أخذها في الحسبان عند اختيار الطريقة المناسبة لهدف معين. احتل الاستكشاف السيزمي المكان الأولى بالنسبة لطرق استكشاف البترول والغاز منذ استخدامه في أوائل 1920 ميلادية، على الرغم من محدودية فاعليته في تلك الفترة، بينما اعتمدت كلياً المحاولات الأولى لتحديد مواقع التراكيب الجيولوجية الحاملة للبترول على التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية الناتج من الأجسام المدفونة ذات الكثافات الشاذة كالقباب الملحية وغيرها، وإلى مبدأ عمل الطرق الزلزالية للمسح الجيوفيزيائي. يقوم مبدأ عمل الطرق الزلزالية للمسح الجيوفيزيائي على كون الموجات المرنة إلى ستيك وايفز تنتقل بسرعات مختلفة في الصخور المختلفة. والمبدأ هنا أعزائي هو توليد هذه الموجات عند نقطة معينة، ثم قياس زمن وصول الطاقة المنكسرة والمنعكسة عن أسطح الأجسام الموجودة بين التكوينات الصخرية والطبقات الأرضية لعدة نقاط أخرى، وهذا يسهل عملية تحديد مواقع الأجسام المدفونة المطلوب استكشافها. وما جعل الطريقة السيزمية أعزائي تفوق في أهميتها الطرق الأخرى هو أن البيانات التي تزودنا بها إذا عُملت وفسرت بشكل صحيح فإنها تعطي تفسيرات مثالية وفعالة. أسس تقدم الموجات الصوتية في الأوساط الصخرية Fundamental of Seismic Waves in Rocks. تعتمد الطريقة الزلزالية على حقيقة أن سرعة الأمواج الصوتية بين قوسين الزلزالية، والتي هي عبارة عن طاقة صوتية أثناء سيرها في الأوساط الصخرية الصلبة وتختلف مع اختلاف الصخور في باطن الأرض، أي تختلف مع اختلاف كثافة التكوينات والطبقات الصخرية، فالأمواج الصوتية أثناء مرورها عبر الصخور تعمل على إحداث اهتزازات في جزيئات الصخور وتؤدي إلى إحداث تشويه في جزيئات الصخور حتى يمكن أن تستجيب إلى ضغط أو إلى الطاقة المسلطة عليها، وبالتالي تكون لها القابلية على إمرار ونقل هذه الأمواج الصوتية. إذن أعزائي، إن التباين في السرعة الزلزالية للصخور يعتمد بصورة أساسية على الاختلافات الفيزيائية الموجودة في الصخور، فإذا كانت أعزائي التكوينات الصخرية ذات خواص ثابتة ومتجانسة، بهذه الحالة سوف تنتقل الأمواج الزلزالية بسعة ثابتة وبشكل خطوط مستقيمة، وعند الحدود الفاصلة بين التكوينات الجيولوجية أو الطبقات الصخرية عند وجود اختلافات في الكثافة الصخرية ماذا يحصل؟ يحصل لها تغاير في السرعة، عندئذ ستنعكس أو ستنكسر على السطوح الفاصلة بين الطبقات. لماذا؟ لغرض فهم سلوك الموجات الزلزالية التي تسير في الأوساط الصخرية، فمن الضروري أعزائي تفهم الخصائص المرنة للأوساط الصخرية التي تسمى الأوساط الصخرية بالأوساط المرنة. لماذا؟ بسبب قابليتها على إداء التغيرات التي تظهرها المادة عند مرور الموجات الزلزالية خلالها. هذه التغيرات عبارة عن إعادة التوزيع للقوى الداخلية
في جزيئات الصخور، بالإضافة إلى حصول تشوه الشكل التي لها. عادة ما يعبر عن هذه التأثيرات بدلالة مفهوم قوة الجهد اللي هو الانفعال والإجهاد، ستريز أند سترايم. وإلى الأساس العلمي للطريقة التزمية، الأساس العلمي للطريقة التزمية يتم في عملية الاستكشاف السزمي إنتاج أنواع مختلفة من الموجات السزمية بطرق متعددة، كإسقاط الثقل على سطح الأرض أو استخدام بعض المواد المتفجرة. تنتشر هذه الموجات أعزائي عبر طبقات باطن الأرض، فتنعكس أو تنكسر عند السطح الفاصل بين طبقتين مختلفتين في الخواص الفيزيائية، ومن ثم ماذا يحدث؟ ومن ثم تعود إلى سطح الأرض مرة أخرى. لماذا؟ ليتم رصدها وتسجيل زمن وصولها بواسطة أجهزة تعرف بالمستقبلات أو السماعات الأرضية جيفونز. إذن يعتمد الاستكشاف السزمي على مفهومين علميين، هما: واحد الإجهاد استريز، وهو حاصل قسمة تأثير قوة خارجية على مقطع مساحة معينة من الجسم، ويتكون في هذه الحالة من مركبتين، ما هما؟ مركبة عمودية بزاوية قائمة على السطح وتعرف بالإجهاد الطبيعي، ومركبة أفقية موازية لسطح الجسم وتعرف بإجهاد القاص، وهذا سنتعرف عليه. وكذلك يعرف الإجهاد استريز بأنه القوة المطبقة لكل وحدة مساحة. يمكن أن يكون الإجهاد المطبق على مادة من نوعين، هما إجهاد الشد وإجهاد الانضغاط. إجهاد الشد تنشال ستريس، وهو القوة المطبقة لكل وحدة مساحة والتي تؤدي إلى زيادة طول أو مساحة الجسم. تصبح الأجسام تحت ضغط الشد أرق وأطول. اثنين إجهاد الانضغاط كومبريسيف ستريس، وهو القوة المطبقة لكل وحدة مساحة والتي تؤدي إلى انخفاض طول أو مساحة الجسم. إذن يصبح الجسم تحت تأثير الضغط أقصر وأكثر سماكة. اثنين الانفعال جرايم، وفقا لتعريف الجهد، فإن الانفعال يعرف بأنه مقدار التشوه الذي يعاني منه الجسم في اتجاه القوة المطبقة مقسوما على الأبعاد الأولية للجسم. واعتمادا على تطبيق الجهد، يمكن أن يكون الانفعال الذي يعاني منه الجسم من نوعين، هما انفعال الشد وانفعال الانضغاط. انفعال الشد ما هو؟ هو التغيير في طول أو مساحة الجسم. لماذا؟ بسبب تطبيق جهد الشد. وانفعال الانضغاط ما هو؟ هو التغيير في طول أو مساحة الجسم. بسبب ماذا؟ بسبب تطبيق الجهد الانضغاطي. وهذا الشكل الذي أمامنا يشرح تأثير القوة الكلية عندما يكون الجسم في حالة شد أو ضغط. ويعرف كذلك بأنه التغيير، الانفعال يعرف بأنه التغيير الذي يطرأ على الجسم الواقع تحت تأثير تلك القوة. ووفقا لقانون هوب، فإن العلاقة طردية بين الإجهاد والانفعال، حيث يتسم الجسم بالمرونة حتى يصل إلى نقطة معينة تسمى النقطة اللدنة، وقبل وصوله إلى هذه النقطة فإنه يمكنه أن يعود إلى حجمه وشكله الأصلي. بعد ماذا؟ بعد إزالة تأثير القوة عنه. أما بعد هذه النقطة فإن الجسم سيكتسب صفات الأجسام اللدنة، وهي كيف؟ ويكون عروة للانكسار والتلاف المستديم، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليه قانون هوب. ولذلك يجب أن يكون مقدار الإجهاد والانفعال في حال الاستكشاف السزمي ضمن نطاق خواص الأجسام المرنة. ودعونا أعزائي نتحدث قليلاً وبإيجاز حول قانون هوك. قانون هوك اكتشف العالم الإنجليزي هوك عام 1660 ميلادية، قانوناً للمرونة. إذن قانون هوك يتعلق بالمرونة، أعطاه اسم قانون هوك. ماذا ينص وعلى ماذا ينص؟ والذي ينص على أن الإجهاد يعني الكمية التي يتغير بها الجسم لارتباطها بشكل خطي
بالقوة التي سببت هذا التغيير، وينطبق هذا القانون على مواد ذات المرونة الخطية. إذن قانون هوك ينص على أن الإجهاد هو الكمية التي يتغير بها الجسم لارتباطها بشكل خطي بالقوة التي سببت هذا التغيير، وينطبق هذا القانون على المواد ذات المرونة الخطية. كيف؟ أي أن مقدار التشوه الناتج في الأجسام المرنة أعزائي يتناسب طردياً مع القوة المؤثرة ضمن حد المرونة، ويكتب قانون هوك رياضياً بالصورة التالية: Fx تساوي Kx، حيث أن F هي القوة المشوهة للجسم، أي أن هذه القوة تغير أبعاد الجسم، وعند حد معين يمكن أن تسبب تشوهاً للجسم، أي أن الجسم لا يمكن أن يعود بعدها لوضعه الأصلي، وتقاس هذه القوة بالغالب بوحدة نيوتن. X هي التغيير في ماذا؟ هي التغيير في الطول بين موقع الجسم الأصلي وموقعه الجديد، سواء تعرض الجسم للضغط أم للتمدد، ويقاس التغيير دائماً بالمتر. والكي هو ثابت هوك، وهو القوة التي تؤثر على السلك وتسبب له التغيير في الطول، ووحدته القوة إلى الطول، ويقاس بنيوتن لكل متر. وعملياً قد لا يتجاوز الإجهاد الكبير المطبق لفترة قصيرة الحد التناسبي أو حد المرونة، في حين أن الإجهاد الأصغر المطبق لفترة طويلة يشوه المادة بشكل دائم. إذن عملياً قد لا يتجاوز الإجهاد الكبير المطبق لفترة قصيرة الحد التناسبي أو حد المرونة، في حين أن الإجهاد الأصغر المطبق لفترة طويلة يشوه المادة بشكل دائم. قد يكون هذا أحد الأسباب أعزائي التي تجعل الصخور تتصرف بمرونة مع مرور الموجات السيزمية خارج حدود التناسب. لا يعد قانون هوك ساريًا على الرغم من أن المادة لا تزال حدًا مرنًا، إلا أن العلاقة غير خطية كما في الشكل. إذا تم تشوي المادة الصلبة إلى ما بعد حد المرونة فلن تستعيد شكلها الأصلي عند إزالة الإجهاد، وإذا تم إزالة الإجهاد المطبق في النطاق المطاطي اللدن فلن يعود الانفعال للصيف، ويتم إنتاج انفعال دائم. في النهاية يتجاوز الإجهاد المطبق قوة المادة ويحدث الفشل الكسر في المواد نفسها. في المواد نفسها لا يصل الانفعال إلى قيمة ثابتة مباشرة بعد تطبيق الإجهاد، ولكنه يرتفع ماذا؟ يرتفع تدريجياً إلى قيمة ثابتة، وهذا ما يعرف بالمواد غير المرنة إنيلاستيك. في حالة التشوه المطاطي اللدين بلاستيك يستمر الانفعال في الزيادة. لماذا؟ طالما تم تطبيق الإجهاد، فيحتوي الرسم البياني الذي أمامنا للإجهاد والانفعال على نقاط أو مناطق مختلفة على النحو التالي: 1 حد التناسب A progression limit، وهو المنطقة وهي المنطقة الواقعة في منحنى الإجهاد والانفعال التي تخضع لقانون هوك. في هذا الحد أعزائي تعطينا نسبة الإجهاد مع الانفعال ثابت التناسب، المعروف بماذا؟ المعروف بمعامل يونغ أو يونغ، أيوة. تسمى النقطة 0A في الرسم المياني بالحد التناسبي، 2 حد المرونة B إلاستيك ليميت، وفيها تخضع المادة إلى قانون هوك وتحتفظ المادة بكامل مرونتها، ويكون لديها القدرة التامة على استرجاع شكلها الأصلي، وتسمى النقطة B أو B بحد المرونة. بعد هذا الحد أعزائي لا تعود المادة إلى وضعها الأصلي، ويبدأ تشوه لدن بالظهور فيها. 3 نقطة الخضوع بي سي يلد بوينت، فيها نلاحظ زيادة الانفعال رغم ثبوت الإجهاد. في هذه المرحلة لا تخضع المادة إلى قانون هوك، ولا تستطيع المادة استرجاع شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها. وهناك نقطتان
أو نقطة خضوع علوية اللي هي ب وسفلية اللي هي س. 4 نقطة الإجهاد النهائية الليميت ستريس بوينت جي، عبارة عن نقطة تمثل أقصى ضغط يمكن أن تتحمله المادة قبل الفشل. بعد هذه النقطة يحدث الكسر أو الفشل. 5 الكسر فراكشر إي. الكسر في النقطة إي تمثل النقطة إي في منحنى الانجهاد والانفعال التي يحدث عند فشل المادة. إذن من هذا كله نستنتج أنه أن الإجهاد والانفعال يلعب دورا مهما في التحكم في الخواص المرنة للمعادن والصخور من خلال الثوابت المرنة. تحدد الثوابت المرنة نسبة الإجهاد والانفعال للمادة التي تسمى معامل المرونة، وعلى ضوء هذه العلاقة تم استنباط عددا من المعاملات للمرونة مع الأخذ بالاعتبار أن الوسط هو مغنيسيز متجانس وماذا ومتماثل الخصائص إيزوتروبي. إذن الموجات السيزمية سيزميك وايفز. الخصائص العامة للموجات السيزمية، تتميز الموجات السيزمية بالخصائص الآتية: 1 سرعة الموجة وايف فيلوسيتي، وهي السرعة التي تتحرك فيها الموجة سواء في الفراغ أم في الوسط الناقل، ويمكن التفكير فيها على أنها السرعة التي تقوم الموجة فيها بإعادة توليد نفسها، يرمز لها بالرمز سي اس، ويتم حسابها عادة بوحدة المتر لكل ثانية. فالسرعة C تساوي W على K وتساوي F على المدى وتساوي F لمدى مضروب في المدى، B تساوي F في المدى. 2 الطول الموجي Wave length يرمز إليه بالحرف اليوناني لمدى، وهو عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. هذا متى؟ هذا في حالة الأمواج المستعرضة، عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين في حالة الأمواج المستعرضة. لكن في الأمواج الطولية فإن الطول الموجي هو المسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. فالطول الموجي لمدة تساوي سي تي تساوي 2 باي على كيو. 3 فريكوينسي التردد. التردد هو عبارة عن عدد الموجات التي تمر خلال نقطة معينة في ثانية واحدة، ويرمز له بالرمز اف. وبشكل عام يقاس التردد بعدد الدورات في الثانية أو وحدة الهرتز، ومفهوم التردد مرتبط بسرعة الموجة وطولها الموجي حسب العلاقة التالية: التردد تساوي W على 2 باي تساوي C على لمدة. 4 Angular Frequency تردد الزاوي. ما هو التردد الزاوي؟ التردد الزاوي أعزائي هو كمية عددية تعبر عن سرعة الدوران. فالتردد الزاوي هو متجه السرعة الزاوية طويل. في نظام الوحدات الدولي يقاس التردد الزاوي بالرديان في الثانية بالرمز، ويرمز له بالرمز S O سالب واحد، وذلك لأن الرديان ليس له رمز، وعلى اعتبار أن كل دورة تعادل 2 باي راديان ينتج لدينا العلاقة F تساوي W على 2 باي وتساوي C على لمدة. 5 الفترة. الفترة هي مقدار الوقت اللازم لإكمال دورة كاملة في الموجة من الموجة. مقدار الوقت اللازم لإكمال دورة كاملة من الموجة، وهي تساوي نسبة الطول الموجي إلى سرعة الموجة، ويعبر عنها بالعلاقة الرياضية الآتية: T تساوي
لمدى على ب، وهي تساوي أيضا تي تساوي واحد على إف. ستة، السعة. ما هي السعة؟ السعة هي أقصى إزاحة للجسيمات المتأرجحة من وضعها الطبيعي، فسعة الموجة هي واحدة من خصائص الموجة التي تؤثر على مقدار طاقتها. لماذا؟ ذلك أن طاقة الموجة تتناسب تناسباً طردياً مع سعتها، وتعرف السعة على أنها المسافة بين قمة الموجة وقاعها مع المستوى الصفري، وهو المستوى الذي تختفي عنده الحركة الموجية، كما يمكن التفكير فيه على أنه مستوى الاتزان للوسط الناقل للموجة كما في الشكل. سبعة، طاقة الموجة، وهي واحدة من أهم خصائص الموجات. لماذا؟ لأنها تمكننا من معرفة الطاقة المنتقلة من الموجة إلى أي شيء آخر، وتتناسب الطاقة المنتقلة من الموجة مع مربع التردد ومع مربع السعة، وكذلك مع سرعتها. ثمانية، العدد الموجي، كي تساوي 2 باي على لمدة وتساوي دبليو على سي، وهو معكوس الطول الموجي. أثناء مرور الموجة ب طولية في الاتجاه إكس، يمكن كتابة الإزاحة التوافقية يو للجزيئات من موضعها المتوسط، يو تساوي اي ساين 2 باي مضروبة في إكس على لمدة ناقصا تي على تي، تي سمول على تي كابيتال. تسمى الكمية الموجودة بين قوسين هذه مرحلة أو طور الموجة. إذن يو تساوي اي ساين مضروبة في كي اكس ناقصا دبليو تي، وتساوي اي ساين كي مضروبة في كي مضروبة في اكس ناقصا سي تي. والسي ما هي؟ هي سرعة الطور، السرعة التي تنتقل بها مرحلة ثابتة قمة أو قاع. إلى أنواع الموجات السيزمية وأقسام الموجات السيزمية. أنواع الموجات السيزمية، تصنف الموجات السيزمية بالاعتماد على معيارين مختلفين. إذن يمكن تصنيف الموجات السيزمية بالاعتماد على معيارين مختلفين لأنواع الموجات. المعيار الأول يعتمد على اتجاه انتشار الموجة، أيوة، والمعيار الثاني يعتمد على مدى حاجة الموجة لوسط يحملها أو عدم احتياجها لمثل هذا الوسط. إذن يعتمد تصنيف الأمواج على اتجاه انتشارها، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي الأمواج الطولية والأمواج المستعرضة والأمواج السطحية. يطلق على الأمواج الطولية والمستعرضة بالموجات الجسمية body waves، والتي تحدث داخل صخر متجانس ومنتظم، وتنتقل عبر الطبقات الداخلية للأرض، وتعطي صوراً واضحة عن التراكيب الداخلية لها أو عن التركيب الداخلي لها، كما تحدد مركز الزلازل وبؤرته. تتوقف سرعة الموجات الطولية والمستعرضة على كثافة وخواص الصخور، وهي موجات ذات تردد أعلى مقارنة بالموجات السطحية. فالموجات الباطنية الجسمية body waves، وهي الموجات التي تسري في باطن الأرض، تنقسم إلى الموجات الطولية والأولية primary waves. فالموجات الطولية B، وفيها تكون حركة جزيئات المادة في نفس اتجاه حركة انتشار الموجات على هيئة سلسلة من التباغطات والتخلخلات. لماذا؟ لأنها أول الموجات وصولاً، تكون فيها حركة الجزيئات للأمام والخلف في اتجاه انتشار الموجة نفسها، وذات ذبذبات قصيرة، حيث أن حركة الجزيئات الناتجة من انتشار هذه الموجات داخل الوسط تسير في سلسلة من التضاغطات. ويعرف هذا النوع أيضاً بالموجات الطولية والتخلخلات التي تحدث في اتجاه انتشار الموجة، وحيث أن سرعة هذا النوع من الموجات تكون عالية، فإنها تصل قبل الموجات الأخرى عند تسجيلها من خلال مستقبل، كما أنها تسمى بالموجات التباغطية أو الموجات التخلخلية. في الواقع أعزائي، إن حركة هذه الجزيئات يشبه أسلوب انتقال الصوت خلال الهواء، كما أنها عند وصولها إلى سطح الأرض قادمة من العمق
يتحول جزء منها إلى موجات صوتية في الهواء يمكن للإنسان سماعها عند ذبذبات معينة تزيد عن 15 ذبذبة في الثانية، ولها القدرة على الانتشار في الأجسام الصلبة والسائلة والغازية تؤدي إلى ذبذبة الوسط الذي تخترقه في اتجاه سيرها نفسه، وتتراوح سرعتها بين 5.5 و13.8 كيلومترا في الثانية، وتزداد سرعتها كلما زاد العمق في باطن الأرض. 2. الموجات الثانوية أو المستعرضة Transverse Waves، موجات تسمى كذلك موجات القاص. الموجات الثانوية المستعرضة تسمى موجات القاص، وفيها تكون حركة جزيئات المادة عمودية على اتجاه حركة انتشار الموجات، والتي تكون فيها حركة الجزيئات في مستوى معامد على اتجاه انتشار الموجة. وبما أن هذه الموجات تصل دائما بعد الموجات الأولية فإنها تعرف بالموجات الثانوية Secondary Waves. يتم الإشارة لهذه الموجات أيضا بموجات القاص Shear Waves أو القصيرة أو الإزاحة. لماذا؟ حيث أن حركة الموجات خلال الصخر تجعل الجزيئات أيضا خاضعة لحركة القاص، وحيث أن انتشارها يعتمد على التشوه الشكلي في الأوساط التي تمر بها، فإنها تنتشر في المواد الصلبة فقط ولا تنتشر في السوائل. وهذه الخاصية التي من خلالها تم الاستدلال على أن لب الأرض الخارجي عبارة عن طبقة مائعة. لماذا؟ حيث أن الموجات الثانوية لا تستطيع أن تنتشر أو تعبر خلاله كما تفعل الموجات الأولية. تتميز الموجات القصيرة، هذه موجات القاص، الموجات الثانوية، موجات الإزاحة، بخاصية تغيير النمط عند اصطدامها بالحد الفاصل بين وسطين مختلفي الخواص على شكل استقطاب عمودي SV أو أفقي SH. يمكن من خلال دراسة الاستقطاب لهذه الطاقة تمييز تركيب التربة المكونة لسطح الأرض، كما يبين الشكل رسما توضيحيا للموجات الجسمية والمتمثلة في الموجات الأولية والموجات الثانوية عند إرسال هذه الموجات تحت سطح الأرض، وعندما تمر خلال الحد الفاصل يتكون هناك في كثير من الأحوال انتقال وتحويل الطاقة بين الموجات الأولية والموجات الثانوية، مما يؤدي إلى تشكيل موجات جديدة أولية وثانوية ذات طاقة جديدة. وهكذا تستمر عملية توليد الموجات الأولية والثانوية بطاقات مختلفة إلى أن تضمحل الموجة. 3. الموجات السطحية Surface Waves، تعد الموجات السطحية أو الموجات الطويلة أقل تردداً من الموجات الجسمية، ولكنها أكثر أنواع الموجات الزلزالية تدميراً، وبالأخص موجات ريلي، وهي تنتقل بالقرب من سطح الأرض دون أن تمر إلى جوفها، وهي أبطأ أنواع الموجات السيزمية، إلا أنها يمكن أن تكون أكبر من حيث السعة، وتعتبر موجات معقدة ومتعرجة تتسبب في تحرك الأرض وكل ما يستقر عليها مثلما يتضخم المحيط على مرافق سفينة. بالإضافة إلى حركتها لأعلى ولأسفل، الموجات السطحية لديها أيضا حركة جنبا إلى جنب في المستوى الأفقي. هذه الحركة الأخيرة تضر بشكل خاص بأساس المنشآت. قد يكون لهذه الموجة طاقة كافية لتذهب أكثر من مرة حول الأرض، وتتراوح سرعة الموجات السطحية بين 4.4 كيلومترا في الثانية، وهي تتفاوت حسب كثافة الصخور. وهناك نوعان رئيسيان هما موجات لوف وايف وموجات ريلي. موجات لوف تنسب هذه الموجات إلى عالم الرياضيات البريطاني الشهير أغسطس لوف، الذي وضع النموذج الرياضي لهذا النوع من الموجات في عام 1911 ميلادية، ويرمز لها بالرمز LQ. وفيها تكون حركة جزيئات المادة عمودية على اتجاه حركة انتشار الموجات، وتكون بشكل موازي لسطح الأرض.
تتميز موجات بلوف بأنها أسرع أنواع الموجات السطحية، وهي موجات عرضية تتحرك من جانب إلى آخر على سطح القشرة الأرضية وتنتج حركة أفقية، أي أنها تتسبب باهتزاز الأرض في الاتجاه المعامد على اتجاه انتشارها. وتتشكل موجات لوف نتيجة تفاعل موجات القصف مع سطح الأرض. إذن تتشكل موجات لوف نتيجة تفاعل موجات القصف مع سطح الأرض. ماذا ينتج عنها؟ وينتج عنها ذبذبات تشبه ذبذبات الموجة الثانوية، ولكن هناك اختلاف كيف، لكنها في الاتجاه الأفقي فقط، أي أنها من حيث طريقة الانتشار تماثل الموجات المستعرضة المستقطبة في المستوى الأفقي SH، ومن ثم فإن سرعتها تساوي سرعة الموجات المستعرضة في الطبقات السطحية للأرض. لا تنتشر هذه الموجة في الأوساط المائعة كالسوائل تماماً كالموجات المستعرضة، وتختلف سعتها وفقاً لموقعها، فهي تمتلك أكبر سعة على السطح في حين تقل سعتها مع ازدياد العمق، وتعاد موجة لوف موجات تشتتية بشكل دائم، أي أن سرعتها وعمق انتشارها يعتمدان على التردد، إذ تنتشر الموجات بسرعة أعلى وعمق أكبر في الترددات المنخفضة، فتؤثر موجات لوف بصفة خاصة على أساسات المباني. فموجات لوف أعزائي تحدث وتسير في الطبقة السطحية العليا من التربة. إذا كانت مكونة من مواد غير متجانسة التي تمتلك سرعة قليلة والتي تقع فوق طبقات صخرية ذات سرعة عالية، تسير موجات لوف هذه بصورة أفقية بالطبقات السطحية، كذلك تكون حركة دقائق الوسط أفقية ومستعرضة باتجاه سير الموجة. هذا النوع من الموجات نادر ما يسجل في عمليات الاستكشاف الزلزالي. لماذا؟ لأن اللاقطات تسجل فقط الحركة العمودية للأمواج. انظر معي للشكل بموجات رالي. سميت موجات رالي بهذا الاسم نسبة للعالم السويدي جون رالي الذي تنبأ رياضيا بوجود هذا النوع من الموجات عام 1885 ميلادية، ويرمز لها بالرمز LR. تعد معظم اهتزازات الزلازل التي يتم الشعور بها من نوع موجات رالي، والتي يمكن أن تكون أكبر بكثير من الموجات الأخرى، وتأخذ موجات رالي عند انتشارها على الأرض شكل الموجة المائية التي تتحرك عبر بحيرة أو محيط، ولذلك فهي تحرك سطح الأرض صعودا وهبوطا كما تتحرك أمواج البحر، ومن جانب آخر في الاتجاه نفسه الذي تنتشر فيه الموجة، أي أن الحركة تكون في اتجاه انتشار الموجات وعمودية في المستوى الرأسي، إذ تكون الحركة بشكل إهليجي وتدريجي متراجع. تعد موجات رالي موجات تشتتية أيضاً، إذ تنخفض سعتها مع ازدياد عمق انتشارها في الأرض ويزداد عمقها مع انخفاض التردد، وتنتشر موجات رالي بسرعة أقل قليلاً من سرعات موجات القصف، حيث أن سرعتها تساوي تقريباً باوند 92، أي 92% من سرعة موجات القصف. في موجات رالي أعزائي تكون حركات الدقائق والجزيئات فيها مركبة من نوعين من الاهتزازات، هو الاهتزاز الطولي والمستعرض، مؤدية إلى حركة تراجعية بيضاوية في المستوى العمودي على طول اتجاه سير الموجة بشكل إهليجي. موجات رالي فيها تنتشر الموجات في مسار موازي لسطح الأرض، حيث تتناقص سعتها بشكل تدريجي مع العمق، وتأخذ حركة جزيئات الوسط مسار إهليجي في الاتجاه العمودي بالنسبة لسطح الأرض. من المتعارف عليه أعزائي أن المجموعة الموجية تتكون من موجات ذات أطوال موجية مختلفة من الترددات. عادة ما يتم إنشاء الموجات الفردية
لمجموعات الموجات في نفس الوقت، ولكنها تميل إلى الانتشار داخل المجموعات. لماذا؟ لأن كل مويجة تنتقل بسرعة مختلفة، سرعة المجموعة جروب فيلوسيتي، هي في الأساس السرعة التي تتحرك بها المجموعة الموجية، بمعنى آخر هي السرعة التي تنتشر بها الطاقة. هذه هي سرعة الموجة، سرعة المجموعة. سرعة المجموعة هي في الأساس السرعة التي تتحرك بها المجموعة الموجية، بمعنى أنها السرعة التي تنتشر بها الطاقة وتسمى سرعة المجموعة. وهناك سرعة أخرى، سرعة الطور فيليسيتي، هي السرعة التي تنتقل بها الموجة الفردية، ولها خصائصها الخاصة بطول الموجة والتردد. تصبح سرعة المجموعة بلا معنى متى؟ عندما تنتقل الموجات عبر وسط امتصاص في الأوساط ذات الشذات أنوميلز، فإن سرعة المجموعة أكبر من سرعة الطور. أما في الأوساط الطبيعية فإن سرعة الطور أكبر من سرعة المجموعة. ومن حيث الأهمية يعتبر مفهوم سرعة المجموعة مهما جدا عندما يتم تمثيل الجسم بالموجات، عندما يتم تمثيل الجسيم بالموجات. أما سرعة الطور فهي مهمة عندما يتم التعامل مع الموجات الفردية في الحزمة الموجية وايف باكيت. ينتقل المغلف بسرعة المجموعة انفلوب، وفي الحزمة الموجية وايف باكيت تنتقل الموجة الحاملة بسرعة الطور حسب العلاقة التالية: جروب فيلوسيتي سرعة المجموعة تساوي في جي وتساوي دي إبسلون على دي كي وتساوي في بي زائدا دي زائدا كي دي في بي على دي كي. وسرعة الطور في بي تساوي إبسلون على كي وتساوي لمدة في. تعتمد العلاقة بين سرعة الطور وسرعة المجموعة على خصائص المادة للوسط في الأوساط غير المشتتة، بي في تساوي بي جي، يعني سرعة الطور تساوي سرعة المجموعة في أوساط التشتت في الأوساط غير المشتتة. أما في أوساط التشتت العادية فإن في جي سرعة المجموعة أقل من في بي من سرعة الطور، لكن في الأوساط الشاذة في جي أكبر من في بي في الأوساط غير المشتتة. لا تعتمد سرعة طور الموجات على الطول الموجي. إذن سرعة الطور تساوي سرعة المجموعة، على سبيل المثال تكون سرعة الطور مساوية لسرعة المجموعة متى؟ عندما تنتقل الموجات الصوتية عبر الهواء. لماذا؟ لأن الهواء هو وسط غير مشتت، غير مشتت لموجات الصوتية. أقسام الموجات السيزمية، أقسام الموجات السيزمية تتسم جميع الانفعالات المصاحبة لمرور نبضة الموجة السيزمية بصفات المرونة ما عدا الوسط المحيط لمصدر تلك النبضة. يحدد انتشار هذه النبضات السيزمية في وسط ما بواسطة معاملات المرونة وكثافة هذا الوسط. فالموجات المرنة إلاستيك وايفز، أعزائي الموجات الزلزالية هي عبارة عن موجات أو طاقة صوتية تنتشر خلال الأوساط الصلبة الصخرية بواسطة إحداث تذبذبات أو اهتزازات في جزيئات الصخور التي بكونها تعمل على إحداث تشوهات شكلية أو حجمية خلال هذه الأوساط الصخرية التي تسمى بالأوساط المرنة. والموجات الزلزالية تسمى حينها بماذا؟ تسمى بالموجات المرنة. لماذا؟ كونها تنتقل أو تسير في الأوساط المرنة، في الأوساط المرنة هذه. أنواع الموجات المرنة هي نوعان، هي الموجات الباطنية الجسمية والموجات السطحية. نحن نعلم أن الموجات تنطلق بسرعة ثابتة ما لم تتغير معاملات المرونة للوسط الذي تسري فيه،
كما أنها تنتشر في جميع الاتجاهات بعيداً عن المصدر. من ذلك نستنتج أن الموجات السيزمية وعند أي لحظة تعطي شكلاً كروياً عند انتشارها في وسط متجانس. فالمرونة إلاستيسيتي هي الخاصية التي تمتلكها بعض الأجسام للعودة إلى هيئتها وأشكالها الأصلية بعد توقف تأثير القوة التي أدت إلى التغيير في أشكالها. على سبيل المثال، السلك الفولاذي يعود إلى وضعه وشكله الأصلي، في حين يبقى السلك المصنوع من الألمنيوم على هيئته المشوهة، مما يعني أن الفولاذ الصلب يمتلك خاصية المرونة على عكس حال الألمنيوم. والمرونة هي تحول قابل للانعكاس. يمكن تقسيم المواد في الطبيعة طبقاً لمرونتها إلى قسمين: مواد لدنة مرنة أو مطيلة، ومواد قصيفة هشة. المواد المطيلة أو المواد المرنة اللدنة هي عبارة عن مواد قادرة على الخضوع لإجهادات كبيرة درجات الحرارة الطبيعية قبل الفشل. ميزة المواد المطيلة هي تلك التشوهات المرئية التي قد تحدث إذا كانت الأحمال قبل الانهيار كبيرة جداً. فالمواد المطيلة هذه أو اللدنة أو المرنة قادرة أيضاً على امتصاص كميات كبيرة من الطاقة قبل الانهيار. تشمل هذه المواد الفولاذ الرخو والألمنيوم وبعض شبائكه من النحاس والمغنيسيوم والنيكل والنحاس والبرونز وغيرها الكثير. والمواد القصيفة بريتل هي المواد التي تظهر القليل جداً من التشوه غير المرن. بعبارة أخرى، المواد التي تفشل عند قيم منخفضة نسبياً من الإجهاد استريز تعتبر قصيفة. تشمل المواد القصيفة الخرسانة، الحجر، الحديد الزاه، الزجاج، القص. معاملات المرونة إلاستيك موديل توصف الخواص المرنة للأجسام أو المواد بما يسمى بمعاملات المرونة، وهي التي تحدد العلاقة الكمية بين الأنواع المختلفة من الإجهاد من الإجهاد والانفعال. فتحدد مجموعة الثوابت المرنة أو المعاملات المرنة خصائص المادة التي تتعرض للإجهاد والتشوه، ومن ثم تستعيد شكلها الأصلي بعد زوال المؤثر. معامل المرونة يمثل نسبة الإجهاد الضغط إلى الانفعال اللي هو التشوه. إذا معامل المرونة يمثل نسبة الإجهاد بين قوسين الضغط إلى نسبة إلى الانفعال بين قوسين التشوه في مادة مرنة متجانسة تشتمل على الثوابت المرنة أو تشمل الثوابت المرنة على المعامل الحجمي وثابت لامي ونسبة بويزن ومعامل القاس ومعامل يونغ. ولهذه الثوابت أهمية في الطرق التزمية. لماذا؟ لأن سرعة الموجات تعتمد على الثوابت المرنة وكثافة الصخور. معك واحد معامل يونغ، وفي بعض الكتب يقول معامل يونغ. إن العلاقة الخطية بين الإجهاد أو بين الجهد الذي هو استريز والإجهاد في حقل المرونة إلاستيك فيلد يعبر عنه بواسطة معامل يونغ إي الرمز يرمز له بالرمز إي، حيث يوضح معامل يونغ العلاقة بين الجهد المسلط على الجسم وبين التشويه الناتج على الجسم من جراء هذا الجهد، ويعرف بمعامل المرونة الطولي وهو نسبة الإجهاد S X X شد أو ضغط فقط إلى الانفعال سيجما X X للمواد الصلبة فقط. ووحدة معامل يونغ هي عبارة عن نيوتن لكل متر تربيع، فتصبح العلاقة في حالة معامل يونغ نيوتن لكل متر تربيع، وتصبح العلاقة S X X تساوي E سيجما X X S Y Y تساوي E سيجما Y Y S
زد زد تساوي إي سيجما زد زد. اثنين معامل القص أو الصلابة شير مودلز. يعرف معامل القص أو الصلابة بأنه قياس نسبة الجهد للانفعال في حالة الجهد المماسي أو القصي، أي أن الانفعال القصي هو مقاومة الوسط للقوى المبدلة للشاكل، وهو التشوه الناتج في الشاكل بدون أي تغيير في الحادث، وهو النسبة بين إجهاد القص الذي يؤثر على المادة المرنة وبين انفعال القص الناتج. وحدة معامل القص هي باسكال بي اي، ولكن يتم التعبير عن القيم عادة ب جيجا بي اي أو جيجا باسكال. يتم تعريفه من تشوه القص. كل إجهاد قص اس اكس واي يتناسب مع انفعال القص المقابل سيجما اكس واي. اس اكس واي تساوي لمدة ميو سيجما اكس واي، و اس واي زد تساوي ميو سيجما واي زد، و اس زد اكس تساوي ميو سيجما زد اكس. عند تطبيق القوة بالتوازي مع السطح فإن الصخور تميل إلى الالتواء أو القص دون تغيير في الحجم. تبلغ قيمة معامل الصلابة أو معامل القص أقل ما يمكن في السوائل ميو تساوي زيرو، حيث الميو هي مقياس مقاومة الصخر بقوة الالتواء. صخر صلب يساوي معامل صلابة كبيرة. ثلاثة المعامل الحجمي كي. عندما يتعرض جسم حجمه دي إلى جهد انضغاط منتظم ضغط هيدروستاتيكي بي، فإن حجمه سوف يقل بمقدار بي تربيع، وذلك يعرف المعامل الحجمي كي بأنه النسبة بين الضغط إلى التغيير الحاصل في الحجم. بتعبير آخر هو مقاومة الجسم أو المادة للقوى المبدلة للحجم. فالمعامل الحجمي يطلق عليه عدم الانضغاط كي، هو مقياس لمقاومة الصخر للضغط عند استخدام القوة. يتم تعريفه من خلال التمدد الذي يعاني منه الجسم مقابل الضغط الهيدروستاتيكي بي. فالضغط الداخلي جهد طبيعي سلبي يسمى مقلوب المعامل الحجمي. عندما تتراوح قيم الكي وميو وإي لمعظم الصخور ما بين 10^10 إلى 10^11 متر تربيع نيوتن لكل متر تربيع. أربعة نسبة بيوزن، هي قياس التغيير الهندسي سيجما، هي قياس التغيير الهندسي في الشكل للجسم المرن عندما يسلط جهد شدي على اسطوانة طولها L وقطرها D، فإنها تستطيل بمقدار دلتا L ويقل قطرها بنفس الوقت بمقدار دلتا D. وعلى العكس من ذلك في حالة تسلط جهد انضغاطي عليها يمكن التعبير عن نسبة بيوزن بالصيغة الرياضية سيجما تساوي دلتا D على L على دلتا L على L. نسبة بيوزن لمعظم الأجسام الصلبة تساوي باوند 25 تقريبا، أما السوائل أو المواعي فإن نسبة بيوزن وتنطق في بعض الكتب بنسبة بيوزن تصل إلى قيمتها العظمى وهي باوند 5 يعني 5/10. تتراوح قيمة المعامل الحجمي ومعامل القص أو الصلابة ومعامل يونغ لمعظم الصخور من 10^10 إلى 10^11 نيوتن لكل متر تربيع. نسبة بيوزن أعزائي لها أهميتها في الأوساط المرنة وليس لها وحدة، وتمثل التغيير في الشكل الهندسي للمادة. تربط العلاقة بين الانفعال العرضي إلى الانفعال الطولي عندما يؤثر على العينة إجهاد ضمن حدود المرونة. بالنسبة للصخور الصلبة يبلغ متوسط سيجما حوالي باوند أو نسبة بيوزن باوند 25 يعني 25%، وهذا يعني أن متوسط التغيير الجزئي
في العرض يبلغ حوالي 1/4 التغيير الجزئي في الطول، يعني ربع، لا يمكن أن يكون أكبر من بوين 45. تتراوح نسبة بوزن بين 0 بدون تقلص جانبي وبوين 5 بدون تغيير في الحجم لسائل غير قابل للضغط في الصخور الصلبة جدا كما في الجرانيت، تساوي بوين 0.5 يعني 5%. أما في الرواسب الدقيقة ضعيفة التماسك فإن نسبة بوزن تساوي بوين 45% ثابت لامي لامس كونستانت، هو مقياس لمتانة أو قوة تماثل خصائص الوسط إيزوتروبيك، وهو الوسط الذي لا تعتمد فيه صفات المرونة على الاتجاه، ويعبر عنه بدلالة سيجما نسبة بيوزن وإي ووحدته نيوتن لكل متر تربيع أو ميجا باسكال. وهنا سؤال أعزائي، يتكون من فرعين، الأول أي نوع من الموجات هي المسؤولة عن معظم الهزات التي نشعر بها من الزلازل ولماذا؟ هل رالي أم لوح؟ والفرع الثاني من السؤال هو ما الفرق بينهما؟ أنا أجيب على الفرع الثاني لسهولته وأنتم تجيبوا على الفرع الأول لأنه أكثر سهولة. أما ما الفرق بينهما، فموجات رالي هي عبارة عن تكون حركة الجزيئات بشكل أهليجي، حركة الجزيئات تكون بشكل أهليجي باتجاه سير الموجة. أما موجة لوف حركة الجزيئات أفقية ومستعرضة باتجاه سير الموجة. لكن سنجيب على السؤال الثاني، أيهما نشعر بها من الزلازل، يعني أي موجات هي المسؤولة عن معظم الهزات التي نشعر بها من الزلازل؟ إن معظم الهزات التي نشعر بها أعزائي من الزلازل تكون بفعل موجات رالي، حيث أن تأثيرها يكون من أقوى الأنواع وحركتها تكون في حالة شبه دائري، مما تؤدي إلى تخلخل في الطبقات التحت سطحية إذ تعمل هذه الموجة على تحريك الأشياء في المستويين الأفقي والرأسي في اتجاه عمودي على سير الموجة، وبذلك تتجلى القدرة التدميرية للموجات السطحية. كذلك فإن الضوضاء التي سببتها الاهتزازات الأرضية البسيطة التي عادت تواجه أثناء العمل الحقل الزلزالي مكونة من موجات رالي بصورة أساسية. معانا سلوك الموجات السيزمية، انعكاس وانكسار الموجات السيزمية reflection and refraction of waves. عندما تلامس الموجات السيزمية خلال رحلتها عبر طبقات باطن الأرض، السطح الفاصل بين طبقتين مختلفتين في السرعة أو الكثافة، فإنه ينتج من ذلك موجات منعكسة وموجات منكسرة ذات صفات طولية أو عرضية، ويكون مجموع طاقتها مساويا لطاقة الموجة الأصلية. تتبع عملية الاستكشاف السيزمي للموجات الطولية بنوعيها المنكسرة والمنعكسة قوانين البصريات، بحيث تسمح تلك القوانين بربط الأزمنة للموجات المسجلة إلى العمق، وبالتالي رسم شكل الأسطوح الفاصلة التي انعكست أو انكسرت عليها. ولذلك يمكن تطبيق قانون سنيل لتتبع مسار رحلة الموجات السيزمية الذي يعزو إلى تكون زوايا السقوط والانكسار إلى اختلاف سرعة انتشار الموجات في كلا الوسطين V1 على V2 تساوي ساين I1 على ساين I2، حيث أن I1 زاوية السقوط و I2 زاوية الانكسار، و V1 سرعة انتشار الموجات في الوسط الأول، و V2 سرعة انتشار الموجات في الوسط الثاني. عندما تصل زاوية السقوط إلى مقدار معين، يعني تكون الزاوية الحرقة في الوسط
تكون فيه سرعة انتشار الموجات في الطبقة الأولى أقل من سرعتها في الطبقة الثانية، فإن الموجات تنتقل في الطبقة الثانية بصورة طبيعية، وإنما تتعرض لضعف في الطاقة تتزايد مع العمق حتى تتلاشى طاقتها، ولذا فإن الموجة تنتشر بعد ذلك على طول السطح الفاصل بسرعة تساوي سرعتها انتشارها في الطبقة الثانية قبل الرجوع إلى السطح بنفس الزاوية الحرجة، وتسمى هذه الظاهرة بالانكسار. أما إذا كانت سرعة الانتشار في الطبقة الثانية أقل منها في الطبقة الأولى فإن الانكسار سيكون في اتجاه السطح الفاصل، إذا كان ساين I يساوي V1 على V2 فإن الشعاع المنكسر سوف يصبح موازياً للسطح الفاصل، ولكن سيرتد بعضاً من طاقته للسطح على هيئة رأس موجة هيد وايف تتباعد عن السطح الفاصل بزاوية تكافي الزاوية الأصلية للسقوط، وعند زوايا السقوط أكبر فقد لا يكون هناك شعاع منكسر على الإطلاق، إذا تنعكس كامل الطاقة، وتسمى هذه الظاهرة بالانعكاس. تنتشر الأمواج الباطنية بي والزي واي الأولية والثانوية في الأوساط الصخرية المتجانسة بصورة منتظمة في جميع الاتجاهات من مصدر الصوت، حيث تكون جبهات الموجات عبارة عن سطوح كروية مركزها عند مصدر الصوت وعمودي على اتجاه سير تقدم الموجة. الأمواج الصوتية أعزائي عندما تصطدم بسطح أو حاجز يفصل بين نوعين مختلفين في الكثافة الصخرية لها سرعة مرنة مختلفة واحدة عن الأخرى، فإن جزء من الموجات الصوتية سوف ينعكس والجزء المتبقي ينكسر بزاوية معينة باتجاه الوسط الثاني. قسم من الأمواج المنكسرة تسير بصورة موازية لسطح الطبقة الصخرية الثانية ثم تنعكس إلى السطح، والقسم الآخر تنفذ إلى الأسفل باتجاه الطبقة الصخرية الأعمق لتكرر نفس عمليات الانعكاس والانكسار إلى حين اضمحلال وتلاشي هذه الأمواج، حيث تكون المفاهيم الأساسية التي تتحكم في انعكاس وانكسار الموجات الزلزالية هي نفسها التي تتحكم في علم البصريات من الأمواج الزلزالية المنعكسة نحو السطح، ينطبق عليها قانون الانعكاس حيث أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. أما الأمواج الزلزالية المنكسرة يحكمها في ذلك قانون سينيل التي تكون فيه زاوية سقوط الأمواج الزلزالية وزاوية الانكسار مرتبطة بالسرعة الزلزالية للأوساط الصخرية التي تمر بها، حيث أن ساين I على ساين R تساوي V1 على V2 عندما تكون سرعة الأمواج الزلزالية في الوسط V2 أكبر من سرعة الأمواج الزلزالية في الوسط V1 عندئذ تنكسر الأمواج الزلزالية نحو الأسفل، إذا كانت ساين I تساوي V1 على V2 إن الموجة المنكسرة سوف تسير بصورة موازية للسطح الفاصل بين الطبقتين وتنكسر نحو السطح العلوي. زاوية السقوط هذه تسمى بالزاوية الحرجة، وهي الزاوية التي تكون زاوية انكسارها ساين R تساوي 90. لكي تنكسر الموجة الساقطة وتسير مع السطح الفاصل ثم تنكسر نحو الأعلى. أعزائي إن الأمواج التي تسقط بصورة عمودية على السطح الفاصل بين الطبقات تنعكس كليا ولا يحصل أي انكسار بهذه الحالة. إن ساين I على ساين 90 تساوي 1، يعني ساين I على ساين 90 تساوي V1 على V2، وبما أن ساين 90 تساوي 1 بهذه الحالة فإن ساين I تساوي V1 على سرعة الموجات السيزمية سيزميك وايفز فيلوسيتي. يتم تحديد السرعة التي تنتقل بها الموجات الأولية VB عبر المادة من خلال الآتي: الصلابة. الصلابة هي مدى قوة مقاومة المادة للانحناء جانبا وقدرتها على تصويب نفسها حال مرور قوة القصد. كلما زادت صلابة المادة زادت سرعة الموجات B. 2. قابلية الانضغاط، وهي مقدار المواد التي يمكن ضغطها إلى حد أصغر ثم استعادة حجمها السابق حال مرور قوة الضغط. كلما زاد انضغاط المادة زادت سرعة الموجات B.
ونظرا لأن الجزء الداخلي من الأرض غير قابل للضغط تقريبا، فإن الموجات بي اللي هي الطولية تنقل طاقتها بسهولة تامة عبر الوسط، وبالتالي تنتقل بسرعة. 3. الكثافة. ما هي الكثافة؟ هي مقدار الكتلة التي تحتويها المادة في وحدة الحجم. كلما زادت كثافة المادة كانت موجات بي أبطأ. تسافر الموجات في بي أسرع بنسبة 60% من الموجات الثانوية في إس في الوسط في المتوسط، لأن الجزء الداخلي من الأرض لا يتفاعل بالطريقة نفسها مع كليهما. من ناحية أخرى، فإن الموجات سين الثانوية هي موجات القاص، مما يعني أن حركة الوسط تتعامد مع اتجاه انتشار الموجة، وبالتالي يتم نقل الطاقة بسهولة أقل عبر الوسط، وتكون موجات سين إس أبطأ. يمكن التعبير عن سرعة الموجات الأولية بي بي والثانوية بي إس بدلالة الثوابت أو معاملة المرونة كالتالي: بي بي تساوي الجذر التربيعي لكي زائدا 4 لمدة على 3 على بي، وفي إس تساوي الجذر التربيعي لبي على لمدة. الجذر التربيعي تساوي الجذر التربيعي لإي على 2 بي مضروبة في 1 زائدا لمدة زائدا ميو. نظرا لأن قيم المعامل الحجمي الكلي تي ومعامل الصلابة ميو هي قيم موجبة، فإن نسبة بوسين سيجما هي الموجة الأولية كما هو واضح من في المعادلتين الأعلى. يمكن استخدام نسبة سرعة الموجات الأولية والثانوية مباشرة لإيجاد نسبة بوسين كما هو مبين في المعادلة التالية: بي بي على بي إس تساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص سيجما على باوند 5 ناقص سيجما. في سي لها في إس لها علاقة مماثلة تعتمد على معامل الصلابة اللي هو معامل القاس ميو، والكثافة اللي هي بي أو رو تنطق، ولكنها مستقلة عن المعامل الحجمي كي. في بي على في إس الكل تربيع تساوي كي على بي، وبي بي تساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص سيجما مضروبة في اي على واحد زائد سيجما مضروبة في واحد ناقص 2 سيجما بي. في السوائل تكون بي بي تساوي كي على بي او على رو، حيث ان البي او رو تساوي الكثافة، وسيجما نسبة بوزن، والإي معامل يون، والكي المعامل الحجمي، والميو معامل القاس. بما أن الكي والميو والرو أكبر أو تساوي الصفر، فإن بي بي تساوي تقريبا 1.7 بي إس، يعني 1.7 السرعة الثانوية، وبالتالي فإن بي بي أكبر من بي إس. للمعلومية أعزائي، كلما كانت قيمة معامل بوزن منخفضة أقل من باوند 1، هذا يعني أن مقاومة الجسم للقاس عالية وتمثل صخورا ناضية أو متحولة. وبالعكس، إن كانت قيمة معامل بوزن عالية أكبر من باوند 4، فهذا يعني أن مقاومة الجسم للقاس منخفضة وتمثل صخورا فتاتية مشبعة بالماء. يمكن استقطاب موجات القاس في المستوى العمودي S B أو في المستوى الأفقي S H. لا تستطيع B S الانتقال عبر السوائل أو عبر السائل والهواء. لماذا؟ لأنه لا توجد مقاومة للقاس ميو تساوي صفر هنا، ولأن معامل الصلابة يساوي صفر،
في حالة السوائل، فهو دليل على أن الموجات الثانوية لا يمكن أن تنتشر خلال السوائل. فمتوسط سرعة الموجات السيزمية الأولية تساوي 500 متر على الثانية في المادة الجافة غير المتماسكة، وتساوي 1500 متر على الثانية في المادة المشبعة بالسائل غير المتماسكة طبعا، وتساوي 400 متر على الثانية في الصخور الرسوبية، وتساوي 600 متر على الثانية في الصخور النارية غير المقوة. نستنتج من ذلك أعزائي أنه تزداد سرعة الموجات السيزمية مع زيادة نسبة التشبر. اثنين، تزداد سرعة الموجات السيزمية مع تماسك الرسوبيات الصخرية. ثلاثة، تقل سرعة الموجات السيزمية مع زيادة تعرض الصخور للتقوية. أربعة، تقل سرعة الموجات السيزمية كلما زادت نسبة الشقوق والكسور في الصخور الصلبة. يتراوح تردد مصادر الطاقة المستخدمة لتوليد موجات سيزمية بين 10 هرتز إلى 100 هرتز. الطول الموجي للموجات الأولية والتي تسير خلال المادة غير المتماسكة والمشبعة بالسوائل تتراوح بين 15 متر إلى 50 متر. أعزائي، هل يمكن الاستفادة من النسبة بين سرعة الموجات الأولية والثانوية؟ نعم، يمكن الاستفادة من النسبة بين سرعة الموجات الأولية والثانوية كالتالي: في حالة وجود الصخور المتبلورة كريستالين روكس تكون في اس تساوي تقريبا باوند 6 بي بي، وفي حالة وجود الصخور الرسوبية سيديمنتري روكس تكون في اس تساوي تقريبا باوند 5 بي بي، وفي حالة وجود تربة أو أي مواد غير متماسكة تكون VS تساوي باوند 4 بي بي. وإلى العوامل التي تتحكم في السرعة الزلزالية، تنتقل الموجات الزلزالية بسرعة متباينة. تعتمد السرعة الدقيقة التي تنتقل بها الموجة الزلزالية على عدة عوامل، والأهم من ذلك هو تكوين الصخور. لكن المشكلة تكمن في أن أنواع الصخور المختلفة تتشابه في بعض الأحيان بسرعة الموجة الزلزالية نفسها، كما تؤثر عوامل أخرى على السرعة خاصة درجة الحرارة والضغط، حيث تميل درجة الحرارة أعزائي إلى خفض سرعة الأمواج الزلزالية، ويميل الضغط إلى زيادة السرعة، ويزداد الضغط مع العمق الأرض. لماذا؟ لأن وزن الصخور أعلى يزداد مع زيادة العمق عادة، ويكون تأثير الضغط أكبر. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن السرعة المحددة في جميع أنحاء الأرض تعتمد على التركيب ودرجة الحرارة والضغط. وفيما يلي أعزائي نذكر بعض هذه العوامل التي تتحكم وتؤثر على السرعة السيزمية كرؤوس أقلام: الكثافة، التركيب المعدني والصخري، 3 المسامية، 4 التسميت، 5 عمق الدافو، 6 العمر الجيولوجي، 7 الضغط، 8 تباين الخواص مع الاتجاه. معانا موضوع السرعة الزلزالية في الصخور سيزميك فلوزيتي إن روكس. تعد معرفة وتعيين سرعة الموجات الزلزالية في الصخور أساسية عند تطبيق الطريقة الزلزالية لمعرفة التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض. تعتمد السرعة الزلزالية للصخور على معاملة المرونة والكثافة كما في المعادلة التي أمامك: بي بي تساوي الجذر التربيع لكي زائدا 3/4 ميو على بي، وتساوي الجذر التربيعي لواحد ناقصا سيجما اي على 1 زائدا سيجما مضروبه في 1 ناقصا 2 سيجما بي، حيث ان سيجما نسبه بوزن، والبي او الرو كثافه الصخور، والاي ثابت المرونه. ان من المهم الاشاره هنا اعزائي الى ان العوامل التي تؤثر على قيمه الكثافه للصخور تحدث تاثيرا كبيرا في السرعه للموجات الزلزاليه لتلك الصخور. من هذه العوامل كما قلنا هي الكثافة، المسامية، عمق الصخور، وجود الكسور والتصدعات، المحتوى المائي والمحاليل والخصائص الفيزيائية والكيميائية للصخور. هذا الشكل الذي أمامنا يوضح العلاقة بين
السرعة والكثافة التي من الممكن تقدير السرعة زلزال الوسط بعد معرفة قيم الكثافة للصخور. انتشار الموجات السيزمية، انتشار الموجات السيزمية سيزميك وايف بروبريجيشن في الأوساط المتجانسة والمتماثلة الخواص، تنتشر الموجة الزلزالية بعيداً عن مصدرها بالسرعة نفسها في كل الاتجاه. يرتبط الانتشار الموجي بتحديد ماهية مقدمة الموجة وايف فرون ومسار الشعاع رايفبور. هذان المصطلحان يعبران عن عنصرين مهمين، حيث أن أي تغيير في سلوكهما يدل على حدوث أمر ما أو تغيير في الوسط الذي تنتقل فيه موجات. ننظر إلى الشكل. هنا معنا مسار الشعاع ريباث عبارة عن عدد لا نهائي من الخطوط الوهمية التي تمثل انتشار الموجات خلال الوسط. أما مقدمة الموجة وايف فرونت فهو الخط الذي يصل بين نقاط الموجات التي لها السلوك نفسه عند زمن محدد وتأخذ شكلاً كروياً أو دائرياً. نلاحظ أيضاً أن خطوط مسار الشعاع تكون معامدة على خطوط مقدمة الموجة. وإلى عوامل فقد الطاقة السيزمية، عوامل فقد الطاقة السيزمية نذكرها أعزائي كرؤوس أقلام، وهي 1 التوهين، 2 الانتشار الهندسي بين قوسين التباعد الكروي، 3 التوهين الجوهري الامتصاص، 4 توهين التشتت. طرق القياس والتسجيل، طرق القياس والتسجيل يتكون نظام جمع البيانات السيزمية من ألف إنتاج الموجات السيزمية، حيث تتنوع الأجهزة والطرق المستخدمة في توليد الموجات السيزمية بحسب عمق الهدف المنشود من الدراسة والبيئة المحيطة بموقع الدراسة. فعلى سبيل المثال تستخدم المركبة الهزازة في بروسيز في حالة الأهداف العميقة والتي يصل عمقها إلى عدة كيلومترات، بينما تستخدم جهاز إسقاط الوزن للأهداف القريبة من سطح الأرض. إن الطريقة التقليدية الأكثر شيوعاً أعزائي في توليد الموجات الزلزالية أياً كانت الطريقة انعكاسية أو انكسارية هي بواسطة تفجير شحنة ديناميت، ممكن أن تكون على السطح أو في حفرة ذات عمق معين، ويجب أن توضع شحنة التفجير تحت الطبقة السطحية المتأثرة، لأن الطاقة الزلزالية ذات الترددات العالية تمتص من قبل الطبقة السطحية كمية الشحنة المستخدمة تعتمد على ماذا؟ كمية الشحنة المستخدمة تعتمد على عمق التركيب الجيولوجي المراد استكشافه. الطريقة الأخرى المستخدمة في توليد الموجات الزلزالية هي طريقة الأثقال الساقطة وايد دروبين. يستخدم جهاز إسقاط الوزن للأهداف القريبة من سطح الأرض. كذلك أمكن استخدام المطرقة من 5 إلى 10 كيلوغرام في الجنج هامر. تستخدم للمسوحات الزلزالية للأعماق الضحلة، ويستخدم في المسح الزلزالي الانكساري الأثقال الساقطة التي يصل وزنها إلى 0.5 طن والتي ترفع بواسطة معدات خاصة لهذا الغرض. تعطي موجات زلزالية ذات طاقة عالية نسبياً. فعلى سبيل المثال تستخدم المركبة الهزازة في بروسيس في حالة الأهداف العميقة والتي يصل عمقها إلى عدة كيلومترات. كذلك الهزاز في بروسيس يعتبر من المصادر الميكانيكية لتوليد الطاقة. أما في العمل الزلزالي البحري يتم إطلاق قدحة كهربائية وغازية تحت الماء كمصدر للطاقة. إن بندقية الهواء أرجان وهي الأكثر استعمالاً كمصدر الطاقة، وبندقية الغاز التي تعمل انفجار لخليط من غازي البروبان والأكسجين، إن هذه المصادر يجب أن تمتاز جميعها بأن تكون قدرتها على توليد موجة تستمر لفترة لا تزيد عن بضع أجزاء من الثانية، أن تكون الموجة المتولدة لها سعة عالية، أن تكون المصادر آمنة وواطئة الكفاح، وأخيراً يجب أن تكون لها قابلية التكرار في الاستخدام باستمرار.
يتكون نظام جمع البيانات السيزمية من مجموعة من السماعات الأرضية بين قوسين المستقبلات، وسنأخذ هذه الأجهزة الآن والتي يتم توزيعها. إذا يتكون نظام جمع البيانات السيزمية رقابة من مجموعة من السماعات الأرضية المستقبلات والتي يتم توزيعها على سطح الأرض بطرق مختلفة بحسب الهدف من الدراسة لرصد الموجات السيزمية المنعكسة والمنكسرة من الأسطح الفاصلة لطبقات باطن الأرض، حتى تتكون وحدة المستقبلات من كتلة حرة الحركة مثبتة بزنبرج باتجاه معين محمي من الخارج بغلاف صلب منتهي بوتد لتثبيته بسطح الأرض. عند وصول الموجة المنكسرة والمنعكسة إلى سطح الأرض تتحرك كتلة المستقبل، حيث يتم التعبير عن هذه الطاقة الحركية عن طريق الدائرة الكهربائية بنبضات كهربائية يتم تجميعها وتسجيلها في وحدات تسمى السيزموغراف. الجدير بالذكر الإعجازي أنه في أي دراسة سيزمية لابد من معرفة الزمن الذي انطلقت فيه الموجة من المصدر لحظة انطلاقها، أي لحظة وصولها إلى المستقبل. يمثل الناتج من عملية التسجيل السيزمي مقطعاً يوضح التسجيلات السيزمية لمجموعة المستقبلات بالنسبة للزمن في المحور صاد والمسافة لطول خط الدراسة على المحور سين. هناك مؤثرات أخرى تؤثر على الموجات السيزمية الصادرة عن أجهزة القياس السيزمي كدرجة تماسك التربة في موقع الدراسة وطول خط المسح ونطاق التردد المطلوب لتحقيق هدف الدراسة، وإلى مصادر الموجات الزلزالية أو السيزمية سيزميك وايف سورس. مصادر الموجات الزلزالية: إن الطريقة القياسية لتوليد موجات زلزالية هي بواسطة وضع شحنة من الديناميت داخل بئر التفجير، وقد حاول الباحثون اتباع طرق أخرى للحصول على الموجات الزلزالية أو السيزمية مثل قاع الكتلة من الحديد تهوي فجأة على سطح الأرض أو باستعمال الاهتزازات الكهروديناميكية، إلا أن الطاقة الناتجة بواسطة هذه الطرق لا تعد كافية لهذه العملية، لذلك فقد أصبحت ذات تطبيقات محدودة، ولذلك فقد قام العلماء باستبدال طريقة التفجير كمصدر للموجات بطرق أخرى. وعلى ما سبق من الذي شرحناه نستطيع أن نصنف مصادر الموجات السيزمية الحالية إلى ما يلي: 1- متفجرات كيميائية صلبة مثل الديناميت أو كويسيس أو مادة الفيليكروستير أو البريما كورد أو مادة الماكسيباريس، وكل هذه الأسماء تجارية. 2- مصادر الهواء المضغوط مثل بار وسيزمو جيت أو الموجات الزلزالية النفاثة والترابي. 3- مصادر الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بفعلها على حركة مفاجئة لمكبس بستون أو صفيحة باستخدام أجهزة نقل الطاقة ترانزستور كما في الأنين أو الأزيز برومير أو في فرقعة المحرك بستون أو في التحسس الصوتي سنو بروب والطيف الشراري سبراك آري. 4- المفجرات الغازية غاز إكسبلودير مثل نبضات التعريف أكروبليكس والدنوزيز والداينوزيز والنبضات المثلثية الشاكل دلتا بولز. 5- مصادر الدفع الميكانيكية كالدق همار والضغط باليد. 6- مصادر الانفجار الداخلية مثل طاقة المياه هيدرو سيس. 7- مصادر تذبذبية فيبراتور سوزيرس والفايبرو سيز. ففي مصادر الطاقة السيزمية سيزميك انجريسورز هناك متطلبات أساسية يجب توفرها لأي مصدر سيزمي يعمل بفاعلية عالية. ما هي هذه المتطلبات الأساسية؟ المصدر: 1- المصدر يقوم بتوليد طاقة كافية في نطاق تردد مناسب. 2- المصدر ذو جدوى اقتصادية. 3- المصدر غير مدمر وصديق للبيئة. 4- المصدر ذو خاصية التكرارية. على ضوء نمط المصدر وطبيعته يمكن تقسيم المصادر السيزمية إلى نوعين: على اليابسة وفي البحر
كما هو موضح في الجدول. فمثلا المصادر السيزمية على اليابسة وأكثرها شيوعا هي مطرقة المزلق سج همار أو إسقاط وازن وايت دروب. اثنين متفجرات اكسبلوسيف. ويمكن لشاحنات الاهتزاز السيزمي بروسيز توليد قوة تصل إلى 100,000 نيوتن وتحتاج عموما إلى سطح صلب للعمل عليه. هناك جدل حول ما إذا كانت لا تسبب أي ضرر للطريق للحصول على قوة إشارة إضافية. يتم استخدام شاحنات متعددة وهي تهتز في الطور، ويمكن إنشاء كل الموجات من بي أو إس. فالمصادر السيزمية البحرية مثل بنادق الهواء، يعمل المسدس الهوائي عن طريق إطلاق فقاعة هواء تحت ضغط عالي في الماء، يولد التمدد السريع للفقاعة طاقة زلزالية ذات محتوى تردد تراوح بين 10 و 100 هرتز، ويمتاز بأنه مصدر موثوق للغاية وقابل للتكرار. أما سلبياته فهي تذبذب نبضة الفقاعة وتوليدها لقطار طويل نسبيا. ومع ذلك يمكن استخدام مجموعة من البنادق الهوائية على أعماق مختلفة تجعل شكل الموجة المدمج أقصر في المدة في الماء. يتم إنشاء موجات بي فقط، ولكن يمكن إنشاء موجات إس عن طريق تحويل الوضع في قاع البحر كما في الشاكل. ثلاثة المتفجرات كانت تستخدم مرة واحدة على نطاق واسع في الزلازل البحرية، ولكن الآن تم استبدالها إلى حد كبير بالمدافع الجوية. يصعب التغلب على مشكلة نبض الفقاعة، ولكن يمكن تقليلها عن طريق التفجير بالقرب من السطح مع فقدان بعض الطاقة. يتم استخدام مجموعة من مصادر التردد العالي في الاستكشاف البحري من 100 إلى 10,000 هرتز، وتشمل هذه أجهزة سباركيرس وبينجيرس وبوميرس. يعطي التردد العالي صورة حادة لطبقات الرواسب الضحلة، لكن التوهين الأعلى يحد من عمق الاختراق. تستخدم هذه الطرق على نطاق واسع في المسح الجيوتقني البحري. وهناك أجهزة قياس الزلازل في قاع المحيط لا ننساها. أجهزة قياس الزلازل في قاع المحيط هذه مثل أجهزة قياس الزلازل الأرضية، ولكنها تسقط في قاع البحر من سطح البحر. يسمح الاقتران بقاع البحر بتسجيل ثلاث مكونات للحركة، أي يمكن اكتشاف موجات بي وموجات إس، وهي بطيئة الاستخدام بشكل عام، ولكنها الأكثر استخداماً في الدراسات الاستقصائية البحرية. يوضح الشاكل بعض التطبيقات في استكشاف المواد الهيدروكربونية. الأجهزة المستعملة في الطرق السيزمية. الأجهزة المستعملة في الطرق السيزمية يتم استعمال مجموعة أجهزة متكاملة في عملية القياس فوق سطح الأرض عند استعمال الطرق السيزمية، وهذه الأجهزة هي واحد المستقبل يتور، وهذا الجهاز هو الذي يعمل على تبيان وصول الموجات السيزمية، وأجهزة الاستقبال متنوعة من حيث الخصائص الطبيعية التي يعتمد عليها كل نوع في أدائه. اثنين المكبر أمبليفير، وهو جهاز إلكتروني الغرض منه تكبير خواص التيار الكهربائي الخارج من المستقبل حيث يمكن تسجيله بوضوح. ثلاثة المكثف فلتر، والغرض من المكثف فصل ما تحدثه المؤثرات الخارجية واستبعادها عن ناتج حركة الأرض. ومن أمثلة هذه المؤثرات الرياح وتحركات القشرة الأرضية. أربعة المسجل ريكوردر، وهي أجهزة تستخدم لتسجيل ناتج أجهزة الاستقبال بعد تكبيرها وتكثيفها، وتستخدم أيضا لتسجيل اللحظة التي تنطلق فيها أول موجة إلى باطن الأرض. الأجهزة ومصادر الموجات المستخدمة في الكشف عن الطبقات المحدودة العمق. إذا كان هدف الباحث من المسح هو الكشف عن نوع التربة والصخور وتحديد أعماق أو تحديد منسوب المياه في جوف الأرض، أو الكشف عن طبقات أثرية قريبة من السطح ومحدودة العمق بحيث لا يزيد عمقها عن حوالي 30 متر، فإن الأجهزة التي تستخدم في مثل هذه الحالات تكون أبسط كثيرا من الأجهزة السابقة،
كما وتختلف أيضا في طرق تكوين الموجات السيزمية عند سطح الأرض. ويتكون هذا الجهاز من الأجزاء التالية: 1. السيزموجراف. السيزموجراف وهو الجهاز الذي يقيس الزمن الذي تستغرقه الموجة أثناء سيرانها من المصدر إلى المستقبل، وتظهر قراءة الزمن مباشرة ومسجلة بوحدة القياس الملي ثانية، وهي تساوي 1/1000 من الثانية، وهو يقابل المسجل في الجهاز السابق. ويمثل السيزموجراف للجيولوجي ما يمثله التلسكوب لعالم الفلك، حيث يعتبر وسيلة لرصد الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها، حيث يستخدم في تسجيل هزات وذبذبات الأرض الناتجة عن الزلازل، مسجل زلازل. ويعرف السجل الذي نحصل عليه من السيزموجراف بالسيزموجرام، السجل السيزمي، وهو من أهم الوسائل لدراسة الزلازل والكشف عن باطن الأرض. 2. المستقبل، وهو يسمى أيضا بالسماعات الأرضية جيفون، ويوضع هذا الجهاز على الأرض ويتصل بالسيزموجراف عن طريق سلك معزول 3 مطرقة بوزن 4 كيلوغرامات، وهي تستعمل لتكوين الموجات السيزمية، وذلك عن طريق الطرق على قرص معدني موضوع على سطح الأرض، وتتصل يد المطرقة بالسيزموجراف بواسطة سلك معزول، ويتم تزويدها بمفتاح كهربائي يعمل على توصيل الدائرة عندما تلامس المطرقة القرص المعدني، فيتسبب التيار الكهربائي في تحريك علامة إلكترونية على السيزموجراف، وتتوقف عند وصول الموجة للمستقبل، وبناء على ذلك يتم قياس الزمان. ولأجل تشغيل هذه الأجهزة يكتفي برجلين، أحدهما يطرق على القرص المعدني بالمطرقة، والآخر مسجل الأزمنة على السيزموجراف، ويوضع القرص المعدني على مسافات تبدأ من 3 أمتار من المستقبل وتتزايد بنفس القدر إلى أن تصل إلى حوالي 30 متر، وفي كل مرة يسجل الزمن والمسافة بين المصدر والمستقبل. ومن أهم مميزات هذه الطريقة أعزائي هي السرعة، فالوقت اللازم لعملية الكشف عن طبقات بسمك يصل إلى حوالي 30 مترا لا يستهلك أكثر من نصف ساعة، وهذه الصفة تعطيها أفضلية عظمى على طرق التنقيب العادية، مما يبرر كثرة استعمال هذه الطريقة في حالات كثيرة مثل أعمال الأساسات. وإلى الضوضاء السيزمية الزلزالية سيزميك نويز، وهي البند الأخير من درسنا هذا. الضوضاء السيزمية تعد الضوضاء من المشاكل الرئيسية التي تواجه العمل في الطريقة الزلزالية، حيث أن هذه المشكلة مكلفة مالياً وتحتاج إلى جهد كبير لتطوير الأجهزة المستخدمة في الماس، وزيادة هذه النسبة S على N روت الزلزالي، يعني زيادة النسبة الضوضاء، الغرض منها ما هو؟ الغرض منها تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء، تمكننا من التوصيل إلى نتائج أفضل وأدق في تفسير البيانات الزلزالية للضوضاء. وللضوضاء أعزائي مصدران: الضوضاء الناتجة عن الأجهزة أو الضوضاء العشوائية، وهناك مصدر ثالث وهو الضوضاء الزلزالية الحقيقية الناتجة من الاهتزازات الأرضية. عادة تكون ضوضاء الجهاز أقل بكثير من الضوضاء الزلزالية، على الرغم من أن معظم أجهزة الاستشعار لها بعض نطاق التردد، حيث تسود ضوضاء الأداة وتمثل مقياس التسارع عند الترددات المنخفضة. الضوضاء الزلزالية الحقيقية بين قوسين الضوضاء المحكمة تعرف بأنها الضوضاء التي يمكن أحياناً حساب سرعتها. ومصادر الضوضاء المحكمة هي ما هي؟ موجات ريلي، الوصول المباشر والمنكسر، الحيود، ضوضاء الجهاز، الانعكاس المتعدد كما هو موضح في الشكل. فالموجات الزلزالية السطحية ذات تردد أقل من 20 هرتز وسرعة منخفضة واسعة عالية ويعتبر هذا النوع هو المهيمن على الضوضاء الحقيقية من نوع لفة الأرض جراند رول، موجات رالي. من خلال معرفة نمط هذا النوع من الضوضاء يمكن ابتكار إجراءات حقلية للتقليل من آثارها،
وتشمل حجم المصدر وعمق المصدر والترشيح الكهربائي والمصفوفات والفك والكتل. فالضوضاء العشوائية هي عشوائية في سعتها وغير متوقعة الحدوث، لها نمط معين ومن الصعب تصحيحها، ويمكن التغلب على هذا النوع من الضوضاء من خلال تسجيل أكثر من أثر في نفس المكان. ما هي مصادر الضوضاء العشوائية؟ مصادر الضوضاء العشوائية أعزائي، أولاً الضوضاء العشوائية هي الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الحياتية في البيئة التي يتم فيها تنفيذ أعمال الاستحواذ الزلزالي. يمكن إنشاء ضوضاء عشوائية بواسطة شاحنة الاستحواذ والمركبات والأشخاص العاملين في منطقة الماس والرياح وخطوط الطاقة الكهربائية وحركة الحيوان. تظهر هذه الضوضاء في السجل الزلزالي على شكل مسامير. وفي عمليات الاستحواذ البحرية يمكن إنشاء ضوضاء عشوائية بواسطة دعائم السفن والحفر والقوارب الزلزالية الأخرى وموجات الرياح المد والغاز. ويمكن تقليل الضوضاء العشوائية أو إزالتها من البيانات عن طريق تكديس الآثار أو التصفية أثناء المعالجة أو استخدام صفائف البيوفونات أثناء الاستحواذ. تكمن أهمية التقليل من الضوضاء السيسمية لقياس النشاط الزلزالي بدقة وتقليل تأثير الضوضاء الزلزالية، حيث توضع الكاشفات على عمق 100 متر تحت سطح الأرض، ولأن اهتزازات الضوضاء الزلزالية التي يسببها النشاط البشري تكون عالية التردد بين 1 إلى 100 هرتز وتنتقل عبر طبقات سطح الأرض كما في الشكل. وختاماً أعزائي، لا تنسونا من طيب دعواكم والاشتراك والمتابعة، ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً جزيلاً.